فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يذكر بأن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أفضل في مسائل المعاملات من مذهب الحنابلة، فهل هذا الأمر صحيح؟ لا، ما هو صحيح، ما هو صحيح، ولا يجوز، ولا يجوز التفضيل بين المذاهب الأربعة، كلها مذاهب أهل السنة وكلها فيها خير، وقد يكون فيها اجتهادات فيها نظر، لكن الجملة أنها كلها مذاهب أهل السنة وكلها مذاهب خير. نعم، ولا يفضل بعضها على بعض. نعم. فضيلة الشيخ، هذا عصبية، تفضيل بعضها على بعض من العصبية المذمومة. نعم.